عني هي الأمة التي بكى النبي شوقا إليها؟ هل الشباب الذين يتمايلون ويرقصون على المواقع ويظهرون نساءهم ويظهرون زوجاتهم ويظهرون بناتهم على المواقع أمام الناس هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشتقت إلى إخواني؟ قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، أما إخواني فهم قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هل نحن فعلا هذه الأمة؟ هل هؤلاء الرجال الذين هم أشباه رجال هم الذين بكى النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إليهم؟ راقبوا أولادكم، راقبوا بناتكم، راقبوا فتياتكم، راقبوا أزواجكم. لا خير فينا والله إن أتينا وصلينا وسجدنا وعبدنا الله ونساؤنا على المواقع. لا خير فينا إن قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأننا أبناء محمد ونسجد ونصلي 5 صلوات في اليوم بينما بيوتنا تعج بالفساد. لابد أن نصلح أنفسنا ثم نقف لنقول نحن فداؤك يا رسول الله، فداؤك يا رسول الله ليست على المنابر وليست على المواقع وإنما هي منهج حياة في بيوتنا. أيها الكرام، الناس أصبحت تحلل الزنا على المواقع، تحلل الزنا على المواقع، تحلل خروج النساء على المواقع، وتصنع ذلك وتدفع ذلك بأقوال علماء ومشايخ وهم والله بريئون من ذلك. اتقوا الله أيها الناس، ما الذي وصل إليه هؤلاء الشباب؟ ما الذي وصل إليه الناس؟ ما الذي وصل إليه الرجال؟ نحن لسنا ضد أن يترفه الإنسان وأن يتنعم، ولم نحرم شيئا من التطبيقات، لم نقل هذا التطبيق حرام وهذا التطبيق حرام، قلنا للناس تمتعوا بما أباحه الله في الدنيا، لكن أن يتعدى الناس الخطوط الحمراء فيحللون الزنا ويحللون ما حرم الله، بل يدفعون ذلك أن الشيخ قد قال. أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله، قد تحل بنا مصيبة أعظم من كورونا، قد تحل بنا كارثة، قد تحل بنا مصائب، لأننا لا نتعدى على بشر، نتعدى على رب البشر. والمشكلة أنهم مسلمون، المشكلة أنهم أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، أبناء أمة النبي، يقفون ويتفاخرون أن هذا حلال بينما هو حرام بنص صريح في كتاب الله.